ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخ، هل يجوز ان يلقب المرء باسم ابيه؟ يعني مثلا هو اسمه احمد وابوه اسمه فؤاد، ينفع يقول ابو فؤاد؟ ممكن يكني ولده بفؤاد، يتكنى الولد باسم ابيه. نعم، كثيرون من الصحابه كانوا هكذا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.